الخارجية على اهتمامها الفائق برعاية أبناء مصر في الخارج، فهذا حق دستوري لأبناء مصر وهذا واجب وطني نعتز به كدبلوماسيين مصريين. المصريون في الخارج هم أبنائنا وأشقائنا ونحن نعتز بكل الاعتزاز لأن نقدم لهم جميعا كل ما نملك من أوجه ورعاية كما نظرنا وسنظل نطالب الجانب الليبي بالتعويضات والمستحقات لهؤلاء الشهداء الأبرياء، وهذه الحقوق لا تسقط بالتقاضي، سنظل نطالب بها الجانب الليبي على كافة المستويات، وهناك أطر للتعاون مع ليبيا، هناك لجنة قنصلية تنعقد بشكل دوري يجري الأعتاب حاليا لانعقادها في القاهرة، وسيكون هذا الموضوع على رأس أولويات هذه النجوم. مصر ووزارة الخارجية لن تتهاون على الإطلاق في الحفاظ على حقوق الشهداء. أولا لابد من معرفة ملابسات هذا الحادث الإرهابي القتلة المجرمين الإرهابيين الذين نفذوه، لابد من تقديمه بالعدالة، لابد من الحفاظ على الحقوق القانونية والمالية للشهداء. هذه مسائل هامة جدا لا تنازل عنها. هناك نحن ندرك تماما أن الحكومة الليبية هي قلبا وقالبا مع الشعب المصري ومع الحكومة المصرية، وهم نقلوا لنا التعازي القلبية والإدانة الكاملة، ولكن هذا مرة أخرى لا يكفي، لابد وأن يكون هناك أفعال محددة، لابد من نتائج التحقيقات، لابد من تقديم هؤلاء القتلة للعدالة، لابد من الحفاظ على الحقوق القانونية والمالية لأسر الشهداء. هذه مسائل هامة جدا لا يمكن التنازل بشأنها. أن مصر كوزارة خارجية وككل مؤسسات الدولة على تواصل مع الجانب الليبي مع السلطات الليبية لسرعة الرد على هذه الطلبات. نحن ندرك أن الوضع الأمني في ليبيا وضع كارثي.